أهلا بكم من جديد. للمرة الأولى في تاريخ السينما السودانية ينافس فيلم ستموت في العشرين للحصول على جوائز الأوسكار الأمريكية بين فئة أفضل الأفلام الروائية والدولية. الفيلم المستوحى من قصة قصيرة للكاتب الصحفي والروائي السوداني حمور زيادة من إنتاج مصري وأوروبي مشترك، غير أن كاتبه ومخرجه وأبطاله من السودان، وتم تصوير الفيلم أثناء الاحتجاجات ضد نظام عمر البشير المعزول. ستموت في العشرين، أول فيلم في تاريخ السينما السودانية يزاحم على جوائز الأوسكار الأمريكية بين فئة أفضل الأفلام الروائية الدولية. تصوير الفيلم كان أكيد كان مغامرة، لأنه يعني إنك تعمل فيلم في دولة لها أكثر من 20 سنة ما كان فيها إندستري بتاع صناعة سينما، فما كان حاجة سهلة أبدا. غير الظرف اللي صورنا فيه، يعني 2018-2019 كان في حراك في الشارع يعني، ومشتعل يعني، وإحنا بنحضر وتفجر بشكل ثورة لما بقينا في أول يوم تصوير. سلام علي يوم الفيلم من إنتاج مصري أوروبي مشترك، غير أن مخرجه وأبطاله من السودان، مقتبس من قصة واقعية قصيرة للكاتب الصحفي والمدون الروائي السوداني حمور زيادة، ويحكي قصة مزمل الفتى اليافع القاطن في قرية سودانية نائية بين النيلين الأبيض والأزرق، يصارع كل صباح خوفه من الموت مع اقترابه لسن العشرين بعد تنبؤ أحد العرافين الصوفيين بذلك، عدا تنمر أبناء قريته الذين ينبذونه مطلقين عليه لقب ابن الموت. من حسن حظنا انه ده كله صدف مع الثوره، والثوره بعدها نجحت وتغير النظام بنظام اكثر تفهما للفن، اكثر دعما للفن. فحاليا في نقاشات كبيره مع الحكومه الجديده في انه كيف يتم دعم السينما لما بعد ذلك. المشهد الثقافي في السودان ينفض عنه التراب ليعاود صحوه بعد عقود من قمع نظام عمر البشير والإطاحة به عام 2019 بعد استبداد بالحكم دام قرابة 30 عام.